السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خواجة من شركة بروج العقارية، متواجد الآن في محل فانوس أورجانيك. العرض اللي بنصوره اليوم يعتبر فوق محل فانوس أورجانيك. العرض عبارة عن عدد محدود من الشقق، شقق ثلاث غرف صالة بمساحات مختلفة. الشقة اللي بتشوفوها في الفيديو القادم شقة ثلاث غرف صالة مساحتها 170 متر مربع. الخدمات اللي موجودة في المجمع، في فندق موجود، فندق جلال، بالإضافة إذا ما قلت لكم أنه موجود محل فانوس، بالإضافة إلى المواقف المفتوحة وأيضا بوابة إلكترونية لدخول المجمع. شقة إطلالتها رائعة جدا على الشارع الرئيسي تبع يلنجك وعلى البحر مباشرة. الخدمات اللي موجودة حوالين المجمع، جواهر مول قريبة من المجمع، يعتبر تقريبا أقدر أقول 5 دقائق. عندنا المطار أيضا 5 دقائق، يعتبر في منتصف المفترق بين المطار ومول جواهر. وأيضا مول الفورم أيضا قريب جدا، يعني نقدر نقول 7 دقائق، والميدان 10 دقائق، يعني منطقة حيوية جدا على الشارع الرئيسي. أغلبية العملاء بيدور انه يقول ابغى عرض يكون على الشارع الرئيسي، ما يكون في المرتفعات. هذا العرض مميز لهذه الفئة من الناس. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة على ارض الواقع ومساحاتها واطلالتها الرائعة. تفضلوا معنا. وصلنا الشقة يا جماعة الخير في الدور الخامس، شقة ثلاث غرف صالة مساحتها 170 متر مربع. مدخل الشقة من هنا يسارا، هنا هم حاطين دولاب عشان يغطوا تمديدات التدفئة. نقدر نستبدلها بدولاب خاص بالأحذية والعبايات في هذه المنطقة. المنطقة اللي أنا موجود فيها حاليا منطقة الكوريدور، يسارا توزيع الغرف ويمينا عندنا الصالة والمطبخ. نقدر برضو نستغل المنطقة هذه، إذا ما حطينا هناك دولاب خاص بالأحذية والعبايات نقدر نحطها في هذه الجهة. الأرضية زي ما أنتم شايفين أرضيات سيراميك نوعية ممتازة، وعندنا ديكورات سقفية بإنارات ليد في المنطقة هذه، منطقة الهول الكوريدور، نقدر نحط إنارات ليد مخفية. نتوجه للصالة نشوف تفاصيل الصالة. حاليا أنا متواجد في الصالة، لو تلاحظوا مساحة الصالة في المنطقة هذه تقريبا 30، وعندنا هنا تقريبا نقدر نقول 5 أو 10 متر، إجماليها تقريبا 35 إلى 40 متر مربع. الأثاث اللي أنتم شايفينه في الفيديو أثاث مو داخل من ضمن البيع، فحما حاطين الأثاث على أساس يستغلوا الأماكن الفراغات، مثلا أنه نقدر نحط هنا منطقة طاقم كنب عشان نشوف مساحة المنطقة هذه، وعندنا طاقم السفرة في هذه المنطقة. ما ننسى أيضا أنه في أيضا في الصالة إنارات ليد مخفية أو ديكورات سقفية بإنارات ليد، وعندنا أيضا منطقة واجهة الصالة برضو ديكور جميل. وما ننسى الواجهة الرائعة جدا، واجهة زجاجية على البحر مباشرة. نطلع من الصالة نشوف تفاصيل البلكونة. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة البلكونة ومساحتها. تفضلوا. هذه البلكونة، البلكونة جاية على شكل L لو تلاحظوا. المنطقة هذه منطقة أكبر، فالبلكونة هذه مشتركة بين الصالة وعندنا المطبخ من هذه الجهة. بلكونة كبيرة جاية بهذا الطريق، يعني تقريبا متر
وعندنا المنطقة الأمامية. المنطقة الأمامية أقدر أقول مترين ونص في مترين ونص. استمتعوا بهذه الإطلالة الرائعة، إطلالة البلكونة. ميزتها أن البناية هذه جاية صفر على الشارع الرئيسي تبع يالنجك، وأيضا يعتبر صفر على البحر، يعني إطلالة البحر هذه مضمونة. تعالوا نكمل تفاصيل باقي الشقة. نطلع من الصالة نتوجه إلى المطبخ. بجوار الصالة المطبخ، زي ما انتم شايفين دواليب راكبة وجاهزة، ألوانها لون الأبيض، وعندنا الرخام لون أسود، يعني متناسق بين اللونين. الأجهزة الكهربائية مو شامل العفش، بس الأماكن موجودة نقدر إحنا نشتريها كمساحة جيدة للمطبخ. نقدر نستغل هنا كمان، نقدر نحط طاولة إضافية للسفرة، ومستغلين برضو حاطين ديكورات سقفية جميلة في المطبخ، شيء رائع. وهنا ورا الباب مكان خاص بالثلاجة. نطلع من المطبخ نشوف تفاصيل الغرف، تفضلوا معنا. نيجي هنا يسارنا دورة المياه الأولى، مساحتها جيدة، وحاطين مغسلة صغيرة وكلوزيت. هذه تعتبر دورة المياه الأولى. مقابل دورة المياه الأولى عندنا الغرفة الأولى. شوفوا مساحة الغرفة، يعني مستغلين حاطين سريرين فردية، مو محاطين دولاب، نقدر نستغل نحط الدولاب في هذه المنطقة. وعندنا كوميدينا أيضا مستغلين بين السريرين. نطلع من الغرفة الأولى نتوجه للغرفة الثانية. هذه الغرفة الثانية أيضا مستغلينها بسرير مزدوج، وعندنا سرير فردي ومو محاطين دولاب، نقدر نحط الدولاب في هذه الجهة ونحط هنا سرير مثلا فردي وسريرين فردية. وهنا عندنا بلكونة ثانية. البلكونة هذه إطلالتها أيضا على البحر وإطلالة المدينة. نطلع من الغرفة الثانية نشوف غرفة النوم الرئيسية. قبل غرفة النوم الرئيسية عندنا الحمام الرئيسي التابع للشقة. مساحته جيدة، دورة المياه، مروش وكلوزيت، وعندنا المغسلة هنا ورا الباب، ومكان خاص بغسالة الملابس. نتوجه أخيرا إلى غرفة نوم الماستر. غرفة النوم الماستر زي ما انتم شايفين مساحتها ممتازة، السرير، وعندنا الدولاب هنا، وفي دورة مياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية، مروش وكلوزيت ومغسلة، يعني تعتبر دورة مياه متكاملة. لو تلاحظوا انه تفاصيل غرفة النوم نقدر نستغلها زي ما نبغى احنا، نحط مثلا السرير هنا والدولاب هنا، ونستغل هنا نحط التسريحة، بس هم حاطين هنا قطعة كنبة. هذا كله يعتمد على ذوق الشخص. إطلالتها جاية على إطلالة الجهة الخلفية، إنه منطقة جدارية أعتقد، يعني ما لها إطلالة غرفة النوم الرئيسية. كذا أعطيناكم تفاصيل كاملة عن شقة ثلاث غرف صالة مساحتها 170 متر مربع في الدور الخامس في منطقة يالنجك. أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.